شلي عبدي بارد مركي كليب قال قطب إياه وساقب تليدي ورمع حكم سمين نابل أنا ما أقول كين عند الله ربطان إيه ذنبه عن كواز أذكر ماي فيري ها ها مركا يلا كوا هرلا هيا ما أها وح مرول بسيط شريه ودقيقة ده سول إسقلا هيو دقيقة ده أنا عبد بارد كان شيء سماه قان لكن عبد الساق سرى مطرنا يا ها كوا قانا كم عبد بارد يا طقابر هدي ما قرنا إياه من كامر السوق دقيا وربعينه سكجل ضدك يعني وح ربكوا هلا يا لكن أخلاق يدشبلين أيضا يا أرحم يا نحريس منا مرها وحلاه هاي مركا قافيدة عن ليا قافيدة بهالك اللي يراه دو راه راه سمار وقال ذا حكونه غفلة راه متقعنا باريا حي وحيراه دين تبلاهم بقشرة دين قاعد شذا دين ده انتو سرها نقولين يوكا قاتي دين ولا موش يقول دين كذا قاتي بري ما كارم اه شيلالك مركي لقاره دين كارون على يقول انتو تقول مريا نفتي بقى هاي سعر قوي قال لاي وحون ما رتيسية وحبال الديمي روكي ده بيه بكرة دا 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 ملو بقشرة لا بيع ماشى المهارة واقع قال دين ثلاث بس روكي وده حالي سعيد وحاجة نجي ها هدي واسع رهو سنة واللي أتبع كتير هاي وحبها يودين مش سنة واللي هذا قافيده سنة واللي أتبع كتير شعب يهو بقرني وبشارة ما أنت قريه بته مركا إبرة تمين وحبوك قري وبلع لوجه هري قريه هاي دي سيسو شركة دا فرجانو أبارتمنت ليميتد هذا بالك اسمها أقول بالعذران هذه بعد جوب بوري أتكشرت ما بهيوين أدوق وحين أبلانا اسمها يا شايق عن تفويسه شركة دفتر جنو أبارتمنت ليميتد أي أيدين دياري سي بوري أدو قرحون واسمه هو ذويهن اسمه جدا بيدل ده شركة دا وحقيقة دسيسة بوري كلا دون حافظها كلا إسلي جوجا إيه بانغاني كاليفورنيا إيه باكلانس وحين مشروع عنكير قلنا ساعة سمد ذلك كينيا إيه نيروبي بوري هاي شركة دسيسة أيك كوبان أفرق لي يفني صدح قولي يفني يلا بق قولي يفني كوري والبو وحاود يهرسن فاكين كي قوارده وحادكي اللي دونتا أدي قده أساسي قاسده ويششكا كوري والبو حاولي هاي عال كاسيو دبولي يبه هيدا بيها هكر ريبين كامر ريدا سي سي تي في ده تاسيو الله سعان يسار رقدقاق أمنيقا يدي قوارديو أفر الواتن ساعة سيدو كالي وحين تاسيوسي دير مطور كاكورنتا ده نضافت دي قوبيه جرنسكا يهالكي عروت كله للهيد كاما يحروما كالي oo diyaar kugu ah qaar kamid ah guriyaha ay shirkadu dhiseyso wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo bismillaahir rahmaanir rahiim kula wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena dabcada qaybtan waxaynu ku eegi doonaa dhinaca deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyay waxa ay cabasho xoogani ka soo baxayse ciidamada deegaanka gaar ahaan ciidanka ee booliska ayaan maalmihii ugu dambeeyay cabasho ka soo baxay sida aad la socotaanba baraha bulshada waxa lagu arkayay dad dhibaatooyin kala duwan sheeganaya inay ka soo gaadhey ciidanka deegaanka Soomaalida gaar ahaan komishinerka booliska deegaanka Soomaalida bal waxaynu eegi doonaa dhibaatadan xagee ka socotaa ayaa ku weheliya marunba in tiriya gafayde uu dhibaatadaas u geysanayo shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida ku sugan waxa ay la joogay saaxiibka jaamacada jaamacu soo dhaw saaxiibka gafayde wayadan aad loo maamaanayo shacabku cabasho badan ka muujinayaan Cabdi Baarud baa ugu dambeeyay iyo ibraahin abd qadir oo labadaba baabuurteena laga qaatay qaarkoodna dhibaato kale sheeganaya abd baarud kuma waha waa nin dhalinyaro oo deegaanka Soomaalida ka sirba oo sirada soo socda ka midiyay hey bal ka waran habashadan soo baxay ibraahin abd qadir wasiirki hore yar aad deegaanka ha walaa wasiir soo dhawo hadma mid wasiir ma noqon mid wasiir soo noqon hadna waad garanaysaa waxa hadalkay u jikaarin ma aqaan ma soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودها بمدة الصوماليات ميل كستة وجواب حلا السلام الله عليكم نور دوارن دجان ك الصومالي ده يعني بركي لقاها الله يو جيس ك أفريقيا وملها دواتوين كأو بدن يا كتيران وملها عندنا أمريكا أو أمريكا بدن عندنا أو أمريكا حن وملها أو أمريكا بدن عندنا أو أمريكا حن حقة دجان ك الصومالي ده حقو أو أمريكا بدن حقو أو أمريكا بدن هي جيس ك أفريقيا حقوق مركو سلجيسك أفريكا وماشى عن واحد يبغى كتيره يجري دبعت طلنا أي تالو عين بعين مين ها ومال معجزة وماشى هي ماشى ده كده جنب حبارم بانسيري يا ده حبارم بعد جنب ماشى قوم الله حباري حالي الدنيا رد واجي هرو حيا هم بني آدم بري نقطة قوم بيها هاي بكي لا هيكون عاصيين بس ده لوحه
سيلر اي فانت رم بالي كل غاز واحد دك جو برو يوق عما كو سخدين لا كان قيا هي هذا وجهده وحن اولى جيده وامه معجزه وامه يعني مركه اد فيريسو يعني مصيبه بمصيبه وبدشاء مصيبه بقى مصيبه وبدشاء ايو وحا قال لي نغا راعي ما دحا الى هي ايغا ايو غعمهوده كو عذابا ايغا غعمهوده ايغا غعمهوده اسكو عذابا يا جماعة يا جماعة بس جميسي يا جماعة ما يروح وراح جويس تمشيران وري توبيا جويس توبيا أفرس كله قرمون بيحكيوك تماشى من أفرتاس أي من أفرتاس أي واحد سكو أجهين أيون بالروس ديبا ماشى أفرتاس هي من كلو ديبا إسلاش قيستا أسكرتنا الصومالي بالك ولي جيت توبيا ديا الصومالي ده ما جميسا ما نجميسا كرتو نروشي دي يا جميسا ما تريه أيه قال سكو جميسا ayaga la isku gumaystaa ya ayaga la isku gumaystaa ciidanka ciidanka ayaga laga qora Soomaaliga qora Malaysia braya laga sameeyaa 2007 wixii ka dambeeyay laga qoray ee maalinkii aan tagay deegaanka Soomaalida waxay ahayd baan u maleeynaayaa ee ugu horeeyay inta ay 9 iyo 5 tii bishii March baan tagay oo gudee waxa ka birtaa haa mar hanti bishii 3aad ee March anii Malaysia waxa Soomaaliga bidaar tagna ma sabiye ma sin diyaar duqii ama gaari wax u tagay hay Soomaaliga garab xilliga aan tagay waxaan la kulmay kuwa leh wax la yiraahdo fadano oo dadka dibka u geysanaya fadano fadano ma aan fika saarada maya fadano baa leeyahay fadaro miya wax noocaas ah laga wadi baan isiri oo dibka ay dadka ku hayaan aadan maleen karin oo askarigan kale ee axmaarka ama xabashiga ama waxa kale ah meesha iska taagan yahay magan marayaach miya maya waa askar caadi oo fadano baa la dhigi jiray xilgaayada way fahantaan maraynaa dadku iska dilayaan iska rabaaxayaan quriyay la xararayaan qolalbay la xararayaan waxa hadii xaaladu baa uu ku fahmi waa xabad iyo wuxuu isugu ka daray iyo iyo qol haye wa maalinkii ugu horeysay deegaanka Soomaaliya tagay maxamed sheeda qabi dahray tagay deegaanka waxa mar baa soo dhaw waxa soo dhex socday okay waa masiibo waay markaa umadan masiibo haysata masiibaduna meel kale kama imaatay iyaga umbay ka soo baxdaa waagii hore maxaa laga calaa Cali Shiri Abdiilay soo maahayn dadkii baa labaabeeyay kan weeye kan weeye Abdiilay ma arko ka soo dhacay laga habuur buu ka yimid soo maahayn umeesha soo dhacay soo maahayn kan ay xaqiiq ka yimid kan hadda jooga laga habuur buu ka yimid sanad soo maasha kama imaan yaani waa mid waliba bulshadii uu ka soo dhexbaxay ayuun buu dib masiibo oo anaga hadda Abdiilay iyo Mustafa midna ka hadlimayna maya waxa bafaa maya waa ka hadlaynaayo gaafaydana waa la mid ee dibka hadda Mustafa laga tirsanayo gaafayda laga tirsanayaa ka hadlayn waxba kama qaban karo ninka la yiraahdo meeshan gaafayde hadaanu Mustafa raali ka ahayn oo ku farxsanayn maddoon maalum ku wiil xilkayga qaad ama shaqada iida ta shaqada si buu dayo xamus ma dayo ina ugu hawsh dibaatadu marka waa dibaato ka imaanaysa madaxa weyn ee madaxweynaha waa madaxweyne cadeysan madaxweyne cadeysan ciil qaba dhaarsan maxaan ku ilaahdaa ay gafuurka tuurahaya bishimaha iyo dibnaha cunaya qowlalada abuur ka sii deynaya markuu hadlayo aad moodaysa maxaan ku ilaahdaa in qiyaamahi kacay oo aad dhihi waayo madaxweynaha hadda uu ka ii kaadi walaal madaxweynaha noocaas ah baa wuxuu dhalay taliye cadeysan war muuna dhalin hooyadii abii baa dhalay haa isaga xilka uu magacaabay taliyihi cadeysanana wuxuu dhalay kumanaan ciidan oo wada cadeysan oo qolal iyo wata maxan buriyo maalaashii baa lagu sii dhexdaayay marka dadkii baba madaxweynaha cadeysan taliye cadeysan ciidan cadeysan wixii baa jigjiga lagu sii dhexdaayay islaamada cadeysay wixii marka dadkii shacabka ah ku gacan galay ma waxa aragtay ilaahay baan kugu dhaariyay ummad dhan oo dhalinyaradii magaalada oo iska baashaalay oo balaayo aan wadin oo ciyaar iska daawanaya oo niman maxaa ku jiraahdaayto aad moodo in xarka laga soo daayay qamaama hayaba oo qorina gacanta ku wada gacanta noqol ku wada dadkii iska fadhiya ma dadku iyaga war way ma iska fadhiyaan baa wala duubaya hadana ha meel ku cararayaan dadku laga cilnay kuma cararayaan waxba taariikhii meesha wax laga daawanayay inay faarta soo fiiriyay mire Soomaali gara akhlaaqda noocaas ah kumitir ka faarto aha kumitir da faar ama aqaan anagu faariyo waxaas aanu dadka la leenayaan arkay dad wax sameeyay ama ma ina ahay dad iska taagan oo ciyaar dhowranaya yey ahaayeen muhiimaddu waxay tahay marka
dibaatadan iyo masiibada ummada haysata eeg dadka waxba loo sheegi kara ma dadka xun mise dadka ma dadka xun dadka xun dadka meesha digin dadka xun iyaga ka soo dhaabaxaya qoom ilaahay madduleeyo iyaga isduleeya ilaahay u noqdana way garan waayeen dibkan xaqee idin ka raacayna ma garanaya tii isu yimaadeen meena la bariyo meena dhihin wuu dunuub baan galay ilaahay dambigeena ilaahu tooba meena dhihin xumaanta iska ma reebaan subaal garan wanaag isma faraan wali sheekh qaable oo hadlaya oo intuu soo istaagay telefishinka ka qudbanay meel deegaan Soomaalida telefishinka deegaan Soomaalida waxa laga istaayaa dhaanta war dhaantadu weel gooray war way ka khaldan haddana way ka baxdaa naw war may hadda dhaanta war ii kaadi war hayd wax moogida bulkaadi hadaaba daawato waxa ku jira waa axmaara la amaanayo iyo dhaanto iyo hees war dhaantadu waa la joojiyay Soomaa iska dhaaf walaal waxa ka dhac dhaanta inay cala dhaanti iyo kii kale ke ahmed budo uu wax kaa oo baxan badan tuu yimko hey ay fandaan u malaynaya meeshan waa meel yani marka dhimantay dadkeedina dhintay waayay aakharo iyo adduun ilaahay amarkii aakharna mayse aadi aakharna mayse aadi adduunna ma joogaa waqtiga saan uga faa'iideysan walaalay waa diga baahisee bal aanu soo noqonno taliyaga faa'iide taliyaga faa'iide wuxuu yahay dhibaatadan hadda laga sheegay taliyaga faa'iide meesheed buu joogaa xilligeedna waa joogaa xilligeedna waa joogaa maxaa xilligeedna wuu joogaa kii kale kii hore mar walba tusaalan buu soo qaadanaya dan kale kama lihiin laakiin marku cabdi ilay joogay dadku aad ii u sheegsheegi jireen no sheeg san yare Soomaahin jirwada ba isagaas No, انت هسه عبد الله كو خيرت سوما كان انت با كو خير هذا ان دي وحده لا شيغي ها ها كان انت با كو خير افر المعذير بي ام بو ايرس اوكي سيغ ايغا و خويلك ايدين كا موياني نو ولا ولالكا كبلو دباتدا سي اني ان كو امينو او شقدان ادو سي هايسو وين كي هويدا يا ابا دلين اد لبدا مخان كو لبا كجيبسا اسدافا لوق يا غان كجيب مركزن كو امينو waxa ku xeeran ama gaafaydaha ama mid kale ha wax idoon baa noqdaan dadkoodi bay ka soo bilaabeen dhibaatada guriyoodi bay ka soo bilaabeen guriyooda ku dhig kii ay ka yimaadeen waa koox marka kooxdani marka xilligeedi iyo waayahaadi iyo meesheedi bay joogan dadku inuu dadkoodi yahay kuma xisaabtamayaan waxaan inay maalinba ama galabannin leeytahay oo saacu isbedelayna kuma xisaabtamayaan waa maxaan ku jiraa inta waa riti baar qaba oo geel lagu sii dhaxdaayay wey saas uu dhex urdahay jigjiga isagoo xayraansan oo wax ka maqan aadan garanaynin oo qeyraysan oo qof walba qol ka saaray ma hayso galabsaday ah yak soo qeyray walla ma garanay hadii uu sheegay raacida ka cariisay waxba ahaan lahayn hey hada waana kasta iyo wax kasta oo loo sheego ma ku degayo in xilka laga qaado muyaane kaliya daawadiisu waa xilka oo laga qaado gaafayde mustafa kama qaadayo salfiisa wax absanayo oo hada xilka qaado muyaane ka absanaya muyaane garaad mustafa dees kuma kala soo noqdo oo gaabiya haru baadiga wax kala soo yeeyo iska jooga meesho eriyo waxa eriyeenaysa uu okay hore waxa loo sheegay inkastoo aanan xaqiiqin karin boqolkiiba boqol hadana laakiin sida la sheegay in guriy habsi jiraan oo isagu samayn waa xaqiiq bay ahayd haddana way jiraan halkan aan kaga hadalay dhabay ahayd marka guriy habsiyada ma ku filan waay guriy habsiyada ahaa haddii dadku filan waay soo qeyn isku garaaco gawaarida la kala qaata kan iyo waa dhibaatooyin ka eeg waa yaani meesha sharci kama jiro meesha kulba ku waxda joogta sharci ka gawaarida laga qaadanayo dhalinyarada waxa la leeyahay iyagu xataa ma qaadanayaan yeedi jibriil fadhiday haa xamarada ay baa lagu wareejinay waa saxaa iyagu waa sax waa dunuub waa weyn iyagu ma haystaan marka adag ayagu ma haysan karaan ma haysan karaan waa inay hebel xilkana bariba laga qaaday xaguu aadi haye oo bariba soo muuna qaadin gaari kaani gaari igaga qaata maxaa waa jigjiga xil baan hayaa soo xilka ka tagay uma hayo haduu ka tagana dalaban soo noqon maayo marka oo kulliiba soo soo inta ka qaata meel kale muuna gelin soo asaguna ma haysto meel kale geeyaa haduu haa marka uu muuqdo iyo marka kale waa kala labo haye jibrigi iyo waxaas marka yaani uu geeyo aadi kama hareeyso
أدي كما هريسو لكن مركو وحي موقدو إيه مركو أيسا موقني واكرا لبو هدو حلولي دي قاري دولة دقاوتوني كي يهيستا إيه ميرو اللوكت أدكو مرتا هنيسا موقت قاري دولة دو إقاعات وكل كورا بشان عدرين لغو هايستي واسيدان ها يالا إيه هايستا محكمات بالإسلام كينجيني لكن مركو قاري ووتو وكدوان تهي سيد دواني باهم نقوتو أد إيه فول حمادة إيه وحا ميشان لغاستا ماين أيو وعقاب أمدن إيادو آي قلب ستايو مارن بمت إلهي حال كيسو يهي إن ألا كتشان شامو أو محنكو يا هاي تقول لدح أردو أو سي محنكو يا هاي كدح مارتي لما تطبع يا راقا يا راقا إيه رانا مكيني مايا وحا الوحس كيشيني طب نيدي اسكي شوكي وحا مايا وحاسي معنا بذن مرحا وحاسك عياروي سماء قرام لكن مهمدو وحايدة هاي إيه وحن ولا سوء عياري ورك فايدة عن فربان كوه إنو لاتك حاجة تيو سوء فيري سوء كربا ماشي حاجة عن فرطة أنفع عبدا ما تهلو إيش أنفع على قشة غيا أنفع عبدا ما لقيه رأي ماشا كفايدة ساقة ماشي مدحوينكا ساقة تاليكا ساقة حيراليكا ساقة أياكا محكمة ساقة أيا عدالتكا حالي توكي تشوغي هو ماشي مقع لها نبت قلية كي تشوغي وقال دايبا لها كيف وقت صوكري هي 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 دبجيره ده ورا ده قف دبجيره مال البقيه ما كان ارجع لي عيدانكو ما اخلاق يشان وناق يشان امدوده يا كار ورت صبحيه ودا وطن ور مايا ور شلي مايا شلي عبد البارد مركي كليب لا دبيه وسو قبت لي ور ما كان سمينا لان انا ما ويلكين دي الله ربطان ايضا بها انكو اسكر ما فيري ها هي مركا يلا كو هضل هيا ما اها وح مر والبسي جريه وا دقيقه داس ولا اسغل هيو دقيقة أنا عد بيروت كان شيء سماه قان لكن عبد الشق سرعي ما تغنى يا ها كوا قانا كم عد بيروت يا طقابرة هاد ما قرنا يه سماه قرنا مهمة وحيدة هاي مهمة وحيدة قف كمان كلا قبنا يو ده كلاود دري يا كلا لبا كوا أنا خلاق لين هدي لود درنا وكاسا كوا حوا أنت وحلاش وحفهم يا هدي لود درو كاميرا ذا كبر ومانا يانا من كاميرا يسود دقيا oo rabaa inuu iska gado dadka yani wuxuu rabaa ku hadlaya laakin akhlaaq iyo dishibiliin ciidan iyo arxan iyo naxariis midna malaha waxaan leeyahay marka gaafayde aan leeyahay gaafayde bahalka la yiraahdo raha raha somaar waqar dhaax ku noqon raha ma taqaan baa raha ha waxyaalaha ugu deynta badan ku jira baa deyn qaadashada deynaa deynta ha intu saraha noqonin iyo ka qaatay dad walaal mooshii isoo qol dayn ka soo qaatay baa ka koran oo jiilalka markii la gaaray ee deen ka hor dhacday iyo qolanti tiyeel maariyaal nafti baa haysay carabiga way qalalay waxaan maartay sii waxba la deemi rookiya daa bihi buka daado daado meel ku jiray waa biya meesha mo kana waqa qol dayn tan aad bootay rookiya waa daa وحاجة نجي ها هدا واسع رهو سنة وليات بمن كتير هاي وحبها يودين سنة وليات هدا قافيدة سنة وليات بكتير هاي سنة معرها وليات وأطورين يا أطور من مغش وأطورين يا قفك مرة هدو سنة وليات كتير وأطورين يا أنا وحب اللي يمشي يجي كرو وح الله شيء أنا ما مغلا قفك استوى وح وش يعني إنه وليات يهيب وكسر قاعدة يا وأسلقوا مياه، لكن مالك إلى هاي قبته أيو مير أسود دجا يضع أنا وحكة قبشة لهاي مصطفى ما قبنا كرو وأجنه، لكن واحد لنا هاي قبشة إلهي ويجرتها والله بالله تلاه مالك إلى هاي قبتنا إن أن واحد لجا رجي السنة ونشر أنت أن إلى هاي قبنا أو إسقبو أو واحد إنا هرت ضد كاي وكل دجا لما يستشلك هو أمانة إني إن الدفاع له إن الدلاريسو إن الشرف كذا يا كرامة كذا يا قيم كذا الدلاريسو يا طول أنت الله ده حوره ده مجاندي يا نقدر مسكين أجاري جسي وحلا إيش هي إن متكمل ده كان هذا هو شيء جسي مجاعيده ده أو أنت جاري لقيت ده شيء
gaariga caruurtii oo xanuunsan ay saarantahay iyo islaantii kalaamiga laga gadaadiyay in laad loogu daray oo bar ilaa laga dhaqaaqay gaariguna gaari dawladeed u yahay oo shalay dhacday aan daraadahay subaxnaa waa uqubo waa masiibo wey eeg waa masiibo hadii inta yar ee maalin ba hadii mid ku atoreeyo maxaan ku jiraahdaayto in uu ku atoreeyo in yaro awood ah de noloshi ummadaasi ma waxay ku qaadanaysa mid in maxaa masiibo ba masiibo bedesho in masiibo hadana meel kale aan looga iimaaneyn aan meel kale looga iimaaneyn ayaga uu dhexdooda ay tahay shalay in hebel buu aha maanta waa in hebel berina in hebel ba iimaanayo oo ka wada daran ba ku wii hore oo ilaahay ka cabso war horta waa dhiman war wallahi billahi tallahi ma uu ku xisaabtamayo waa dhiman doonta geeridana waa dhiman doonta maalinkaas xanuunka dibki aad geysatay oo dhan uu soo xadiraya ilaahay uga cabso awooda aad haysay aad maanta ku tirifalayso ilaahay uga cabso ummadana madaxweena mustafa waxaan leeyahay mustafa xajiro wax allah iyo wax deegaanka ka dhaca adiga ayaa mas'uul ka ah oo diiday taas aad baan maasan tahay intaas waxaan hor u diiday aad maasan yahay wallaahi asaga ka ah marna anaga waxa uu weeyay kula xisaabtay hor u diiday taas madaxweynuhu ku khasbanay aad maasan yahay jacab kale intaas aan soo gabagabeeyay tan iyo kulan dambe nabadgelyo.